هذه الألفاظ التحية حلوة معطرة ومرششة ومبخرة تحمل كل الطيب. مهدا لكم من أسرة تلفزيون دولة الكويت، تقبل طاعتكم، صيام مقبول وذنب مغفور إن شاء الله، وعيدكم مبارك والله لا يفرق هاليوم على الحلوة. أدري الحين كلكم متيامعين، وأيضا إحنا تلفزيون شاشة تلفزيون الكويت تجمعنا. أدعوكم لقضاء ساعة جميلة حلوة، أرجو أن نتمتع كلنا وإياكم. حبايبي شاشة تلفزيون الكويت تجمعنا كلنا. حي مسلسل الليوان من تأليف عمرو الحزيمي وإخراج أحمد العيبس، والبطولة كانت للفنان القدير إبراهيم الصلال وعبد العزيز المسلم، عبد الإمام عبد الله، لطيفة المجرن، مي عبد الله، إشهاب جوهر، شوق الكويتية، غدير صفر، محمد شعيبي. مسلسل الليوان رسم صورة لأبناء هذا البلد، وهو يجمع تحت ظلال أبناء هذا الوطن، فهو ملاذنا وعزوتنا وهو الأمان لنا جميعا. أما عن مقدمة مسلسل الليوان فقد تصدى لها الفنان القدير سفير الأغنية الكويتية عبد الله رويشد، وهذه تعتبر إضافة كبيرة للعمل نظرا لما يتمتع به سفير الأغنية الخليجية من حس فني وأداء مميز في غناء مقدمات الأعمال الدرامية. وهولنا بخر وهو العزوة والأمان وهو العزوة. ولا نبخس أيضا حق الشاعر سامي العلي اللي كتب كلماتها، والملحن جاسم الخلف، والشيخ دعي الخليفة الصباح الذي أشرف على الموسيقى. حبايبي لكم التحية باسم كل مشاهدين تلفزيون دولة الكويت، وخاصة اللي تمتعوا السنة معانا في رمضان الحلو. الليلة فعلا مثل ما وعدتكم سأصحبكم بساعة جميلة مع نجوم مسلسل الليوان. تحية حلوة معطرة مهداة مني شخصيا ومنكم للأستاذ عبد العزيز مسلم. يا مرحبا بك. يا مرحبا فيك، عساك عوادة وننتهز الفرصة السعيدة. نهني صاحب السمو الله يحفظه الوالد الشيخ صباح الحميد وسمو العهد الشيخ نواف وسمو رئيس الوزراء والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي وكل المقيمين على هذه الأرض الطيبة والأمة الإسلامية. آمين يا رب العالمين. أستاذ اسماعيل لك التحية الحلوة. حبيبي أنت السنة يعني شهادتي يعني مجروحة على فكرة، ما مدري أنا أحبكم أولا وربعي. حبك العافية. أبدعت السنة حقيقة إبداع يعني بما تميز تلفزيون الكويت السنة. تميز بوجودكم طبعا انتم. اللهم لك الحمد. مشكور يا ابو عبد الله على المقدمه هذه. الله يخليك. وكل عام وانتم بخير ومناسبه حلول عيد الفطر. ارفع اسماء ايات التبريكات الى مقام حضره صاحب السمو ولسمو ولي العهد ورئيس الوزراء وللحكومه والشعب الكويتي والامه العربيه والاسلاميه. امين يا رب. عساكم العواد ان شاء الله. اللهم ادم علينا نعمه الامن والامان. امين. الليوان، لما اقول كلمه الليوان احس رجعتني في الستينات. هذا اللي يدش المردم ويضيع. على فكره البارح يسولف علي واحد قال لحسين العسلاوي يقول عندهم فلش اول مثل دور محطوط على البحر، يقول يدش المردم يطلع 60 باب لا يطلع بس يقفل. الليوان، شو اللي خلاك تختار اللون هذا بالذات الاسم بالذات؟ انا عفوا قبل هذا نسيت اقول لكم، طبعا المسلسل تاليف عمرو الحزيمي. ايه؟ ام مثاليه عايشه في لندن بعد ما تقاعدت من الكويت. ايه؟ فعايشه في لندن عيالها كبار، عاشت الزمن الجميل هذا. حلو. هي اول مره تكتب ولا لهم ولا محاولة؟ هي لها روايات لها امور يعني، انما كدراما اول مره على ما اظن. كدراما نعم اول مره. والمخرج طبعا اللي هو الاستاذ احمد عيبس، طبعا اللي اخرج راس قليس. نعم. ومن الاردن. نعم. واخرج الفغيه واخرج العضيد. نعم. اللي اشتغلناه. نعم. وهذا ثالث عمل له ويانا. يعني. يا مال بعد نفس الشيء كان اخراج له.
الليوان، كلمة الليوان شو اللي طرب بالك كلمة أنت؟ طبعا على ما أظن أنت اللي سميت المسمى الليوان. الليوان أقصد من خلف هذا الاسم، الليوان هو المنطقة الفاصلة ما بين الغرف الخاصة والحوش، تستظل حدرها العائلة. وإحنا اليوم في زمن كل من يقول أنا برايفت، أنا أبي خصوصيتي. طبعا كل واحد كل وقت ما يستحي من وقته. والحوش هو المكان السمح اللي يطلع على السماء. فالمنطقة الوسطى هذه اللي كلنا نستظل حدرها، مهما اختلفت جلودنا أو أسماءنا، تبقى الكويت هي الليوان العود اللي احنا نستظل حدرها. بلا شك بلا شك بلا شك. كيف وجدت روحك في هذا المسلسل؟ توم عبد الله قاعد يقول لي، يقول لي اول مره تاخذ الدور هذا. يعني انا ليش سالتك هالسؤال؟ حقيقه الاخوات المعدين يعني يتمنون ان الوقت يكون اكثر من ساعه، يعني فعلا نجوم مثلكم انا احتاج الى ساعات وليس ساعات. الحقيقه انا اشكر ابو عبد الله اللي رشحنا حق الشخصيه هذه. طبعا شخصيه ابو بدريه يمكن ريال ما عنده له البنت عقب وفاه زوجته ومعروف عنه الطيبه وهذا، بس عاد خليك سلطان وابوك ما يخليك وهذا خلوه. بس كانت الحبكه في اعتقادي جميله. انا ماني داش شوي شوي ياكم بالضبط. مسلسل مثل هذا تراثي قديم يحتاج الى راكورات يعني من الصبر. هل كان عندكم استشاري للامور هذه؟ المسلسل 1300 مشهد وكل مشهد لا يقل عن 20 قطعة، 20 قطعة تلفزيونية، تتكلم عن أكثر من 23,000 قطعة تلفزيونية. فكم ومثل ما أنت عارف وأشرح الأخوان المشاهدين، أنه مثلا أنا أكون داخل السوق بطلع أروح البيت، فالبيت راح نصوره بعد شهر مو الحين. فلما اطلع من السوق مثلا قطرتي هني او قحفيتي هني شنو لابس، فالراكور هو نفس اللبس ونفس الاكسسوار اللي بيشوفونه وانا طالع من السوق يشوفونه في البيت، كانه كونتينيو مكمل عليكم. بينما المشاهد يشوفها لقطه واحده، لكن هي هذه بعد شهر متصوره، لكن بعد شهر لابد انه اي انا بنفس الملابس نفس الاكسسوارات. فعندنا اربع اشخاص متخصصين، ولكن هذا لا يعني إنما تكون في خطأ أو نسبة انحراف. يعني لو قلنا نسبة الانحراف في مسلسل في 23,000 لقطة 1%، تتكلم عن 230 خطأ. إحنا الحمد لله ما وصلنا 23، يعني ماكو شيء. صح. فلا بد من الخطأ، يعني اللي ما يعمل ما يخطئ. بلا شك. بس أحب أوضح مشاهدينا الأفاضل، كلمة الراكور هي مثلا أنا شفت الأستاذ عبد العزيز اليوم عقاله كذي، أشوفه في المشهد اللي صوره يمكن بعد ثلاثة أيام لازم يكون عقاله كذي. هذا الراكور، والراكور هو مثبت لما الصورة من قبله، حتى الماكير لما تشتغل البنت تصور عشان الشخصية والحالة بعد طبعاً. يعني طلعت من السوق زعلان، لازم بعد شهر وأنا داش البيت ينبهوني يقول لي ترى أنت دخلت طالع من السوق زعلان، كان وضعك كذا كذا كذا. فالناس تشوف المشهد كامل. الحين بالسينما يركب سيارته يطلع مني يطلع وعايش الحزن أو عايش الفرح. صح. لكن ما ينوخذ بيوم واحد، هو ينوخذ خلال الأسابيع. مادام عبد الله كل عمل أفضل، كل عمل فيه أخطاء، لكن تختلف نسبة الأخطاء من عمل لعمل. يعني يمكن نسبة تختلف، ممكن هذا 5% ممكن هذا 10%، لكن عموما العمل التراث أعتقد لازم تصير فيه أخطاء. مو التراث، شوف بقول لك التراثي، أنت هني أمامك أكثر من مشكلة. عندك اللهجة، اللهجة عندك، اللباس عندك، الديكور نفسه عندك، حتى الإسرائيل اللي معلق الفنر اللي محطوط، الأمور هذه كلها هذه. إحنا استعنا في طبعا كتبت الأخت عامرة كويتية، يعني من بنت بطنها على قولتهم، ولهجتها حلوة كويتية صح يعني. بعدين مر في تنقيح الأستاذ سامي العلي، الشاعر سامي العلي، طورت ويانا مع بعضها، اشتغلنا طورنا الدراما عدلنا فيها شوي. ثم يعقوب الوتار، صار يعقوب الوتار مدرس قديم متقاعد من مواليد 1940 يعني، وهو شاعر حتى يتكلمك عن الحبال، عن يعني تعيش المفردة الكويتية. فمسك النص وهم عدل.
لكن الممثلين يعني بعضهم يحفظون بالضبط وبعضهم يعني يطيح منه كلمة حجوة. أنا يطيح مني لازم 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 يعني مثل يجينا ياهل ويتكلم يقول أوكي بس إنجليزية أوكي شو أوكي شلون فننتبه له. بعدين عزك الله حتى الساعة الأمور هذه هذه كلها اللبس ملابس لها دور. كان هذا مشكلته في في, في التراثي والكمبارس ذوننا إحنا نجيب مجاميع باصات للمنطقة يا خاش موبايل إحنا ونشككم يا ابن الحلال موبايلك يا لابس الساعة يا الساعة. وبعدين اليوم ما تلقى كمبارس كويتي يعني من يجيك الوفرة يقعد من 6 الصبح ليوم ثاني صعب صعبة. فإحنا ساعات نجيب من جلاسة عربية يشتركون ويانا ونلبسهم بس القطرة ما تشوفوا معظمهم وزار وشغين يعفسنا. وبعدين الناس تتشره تقول يعني ليش ما نشوف يعني اليوم احنا زين عندنا يعني كثر الله خير الحكومه يعني طيب الله ثراه الشيخ جابر الاحمد ابونا اللي اسس المعهد العالي في المسرحيه في قرار اميري والفتوى التشريع بالكويت يعني فهو اللي طلع الجيل اللي يمثل الحين يعني مساهمه الدوله بالكويت كبيره في جيل يمثل. فاليوم اذا انت تبي التراث تبي حجوه امي وامك لازم بناتنا وعيالنا هم اللي يعني فزين ان اليوم عندنا يعني ممثلين وممثلات ترى من الوطن العربي معظمهم اجادوا من مواليد الكويت اجادوا اللهجه بس اللكنه تبقى يعني الحين الاكسنت في البريطاني يقول كارل سكوت هذا من ويلز هذا من صح صح حتى داخل لندن صح صح العتج هذول البريطاني اللي قاعد مخم الله بشي من اللهجه يقول هذا من حي صح هذا صح ولا من حي اللكنه. فاحنا اللكنه لا يمكن هذه ما لها شغل بالكلمه اللكنه خل بالك حتى اللكنة عندنا حتى في المناطق ترى هالفيلشة عندهم ساعات اشياء احنا ما نعرفها هل شار غير هالمرقاب هالجبلة ولكن شنو لما ترجع للاصل تجد واحد ماشي تجد اللهجة هي بس في مثل ما تفضلت اللكنة تطلع تعرف ان هذا المنطقة الفلان يبين بس لا. اني اي واحد من غير هذا واعطيه التراث لا يعني انا ابي الناس هي من حقهم. انا لي اصدقائي فيقعدون يعني اخوي عبد العزيز نبي لهجتنا طبعا هو يحن على لهجه امه ويدته شوف يحس فيها يحس فيها الروح لكن ذيك ها العتيجه إيه حتى لهذا تشوف في يعني ساعات فعلت حيلي يا ابو زول أيوة يا بعد ريحه اهلي الحجي هذا اللي لا قبرت قالت وي ملح وقبله الحجي بتقول ملح وقبله بعدين ابو عبد الله للأمانة يعني عبد العزيز الله يعطيه العافيه فوق ما انه يمثل كان ترى يعد الحوارات ويعد كتب مشاهد وايد يعني انا من هم من عيال هالجيل يعني انا والد الستينات ترى انا يعني اختلاطي مع احنا الحين الحمد لله يعني احنا يعني شعب مفتوح احيانا اللهجة المقعرة بزيادة ما يفهمون احنا الحين السماء مفتوح لا طبعا لا في امور كثيرة ما يعرفون فهم المشاهد يعني ينحاش منك بس شوف انا عفوا عود من كلمة انا لا اعفيك ولا اعفي من اي خطأ لسبب ما لان انتم تربيتوا اطفال في التلفزيون في الاعلام لك اعمال بزر انت صح فما بالكم انتم عايشين الجو الى الان لما يخطا واحد ثاني اغض النظر لكن مثل بارح امس قاعد في الحلقه قاعد اكلم الاخت هدى حسين قاعد اقول له انت ربيتي طفله والان ما شاء الله انت يعني فبالتالي الخطا مش مقبول منكم يعني. طيب مو بدريه مو بدري شو جيت روحك في الدور والله ابو عبد الله انا مستمتع في الدور الامانه يعني يوم قريت النص وهذا وحبيت الشخصيه حقيقه حبيت الدور هذا يعني مثل ما قلت لك شخصية طيبة متواضعة ما عند الله البنت بعد وفاة أمها يعني حريصة ويهك بروح يكسر الخاطر بعد ويهك بروح يشدي بنت حسن حليه وخوشي وليه فالشخصية هذه عجبتني والله يعني أبو عبد الله لما رشحنا حق الشخصية هذه يعني فعلا في محلها يعني أعتقد شذي أنا وان شاء الله نتمنى ان الجمهور يحب المكان الشخصيه لا لا شوف مو يحبك بقول لك شيء واحد انا في اعتقادي الممثل الناجح كما النيره الذهب وين ما احطك اجد ان هذه النيره هي اصلا ما تغيرت صح وضعتك في الكوميديا وجدت كوميديا ترجدي وجدت كذا في كل الامور الممثل الناجح
كم النار أنا في اعتقادي نار ذهب ينجح في أي مجال تحطه. والله إحنا يعني إحنا ما نعلق ظروفنا شماعة، لكن إحنا اشتغلنا درجة حرارة ما بين 45 و50 بلا تكييف، لأنه مو استديو، هوا طلق ويوم غبار، يوم غبار ويطير المدينة اللي مسويها. أنا جايك في الموضوع هذا وأبي أسرده بالتفاصيل، ولكن بس اسمحوا لي نبدأ عن مسلسلكم الحلو برجع وياكم. عودة مرة ثانية ويا حلو يا معتنا، بس بذكر يا حلو بلعتنا على فكرة تشكيلة جميلة، كل الشكر والتقدير. كنافة كي دبليو، كنافة كويتية، يقول لك شغل عدل مدل، يعني بنت بطنها. تليفونهم 6404-432. حقيقة كنافة أنا ضقت منها بس عجيبة، بس ناكل عقب هذا. كذلك شركة عالم العصير أيضا زودتنا بالعصائر الحلوة واللي تشوفونها قدامكم أيضا، ما شاء الله لهم 8 أفرع، المزيد إن شاء الله الدعية. تليفونهم 22543-011. مشكورين وما قصرتم، عندكم 8 أفرع إن شاء الله يصيرون 18. قولوا آمين آمين. حبايبي، عودة لحبايبي الفنانين. أنا اللي سؤال حقيقة، لو جينا نشتغل العمل في استديو، استديو مسكر والأجواء وكل شيء وغيره، أنت اشتغلت أولا في مسافة بعيدة الوفرة، طبعا طماطكم ببلاش ورويتكم أدري على الطريق هو في وقت ناخذ طماط ورويت أجواء كانت مو مناسبة، الجو ما كان مناسب، شو الصعوبة الوجه؟ شلون اشتغلت أولا؟ جد أكلمك يعني. شوف الكويت يعني لو صورت بشتى هم برد قارص، يعني شهر واحد ما تقدر تصور بالعمل التراثي بالبرد. اتي يعني احنا دخلنا يعني من بعد مارس كنا نستعد للعمل، وهيئنا الاماكن وهيئنا ودخلنا ودش علينا الحر. يعني اول ما بدينا كان الجو حلو، لكن مع الحر والوقفة 12 ساعة ودرجة حرارة ما بين، لان هي تفرق من الصبح الى الظهر، لكن تعودنا. أنا أمانة هذا المسلسل، في مسلسل اسمه العضيد بصليبية، بنينا 10,000 متر مربع الكويت القديمة مع الأستاذ سعد الفري. العضيد كنت ألعب دور شخصيتين، حسيت إن آخر أيام أنا احتاج، ما أعرف أنام بالبيت بتكييف، أقلمت خلاص، كنت أنام بالقاع في البيت لأن ما قصاص، ما نتحدره، ما عندي مشهد، ما أروح التكييف، أظل أنام أخذ الفي تحت حدر أي طوفة وأنام أغفي شوي. والمخرج ما شاء الله عليه قيادي وذكي، قام يوكلنا رقي وجبنا بيض وخبز إيراني حتى ما نثقل، ولا تعامل خاص ويانا، يرش القاع ماي، لما يصير 10 الصبح يحط ذرة على البيت بالحوش حتى إنه يظل لنا. والنفسية معاك العم الأستاذ إبراهيم الصلال، الأخت الأستاذة لطيفة المجرين، الفنانين كانوا متعاونين جدا. بس هذا موسم أرياح وموسم عواصف وموسم غبار وموسم كذا، العاصفة اللي مرت على هراء وكلمونا من خلال الانستغرام والسناب شات، قالوا ترى جايتكم انتبهوا، طالع شوي تطير معينا. بس الحمد لله يعني، يمكن احنا اول يوم بالتصوير احترق اللوكيشن عندنا لحول. اي والله، ف يعني قضاء وقدر، احترق جزء كبير من الكور، ف يعني مو منا، من الحراس يعني اللي موجودين، لكن يعني قدرنا احنا نبني ونعدل. واحنا يعني لازم كل عمل فيه نسبه مخاطر وتتوقع الغير متوقع. انا اذكر فريق صويلح كان في عن الأصالة وفي المعاصرة، في الفريج القديم وفي المجمع اللي كان يدير الله يرحمه العم خالد النفيسي، والأستاذ القدير إبراهيم الصلال كان عنده، فكنا نصور باستديو نفس مكاننا هذا براد وقاعدين. بس أذكر إن عندنا ديتش، لما يصير ليل يقول يلا الحين مشهد ليل، شوي قال نهار، من أول ما يفتح النهار ولا كوكو كوكو ترى ولا طلع الصوت، فجأة ليل، سكتوا الدياي، نهار كوكو توفى.
ديك بالاضاءة تم اسبوع لان ين الظهر مو عارف الوقت البوصله مالته راحت ليل نهار ليل نهار عندنا سخوف في من تشب الليتات والهذا الحركه حسب النهار طلع عليهم هذا يذكرني في السد اثنين تلفزيوننا القديم ايضا دشت قطوه وطلعت فوق كان نظام سكره استنى يا بابا ما نقدر نطلع قطوه دشت فوق وما نقول استنى باي قالت نيو قاشوب اضافه لكان ابو عبد الله يعني اخر ثلاث اسابيع تقريبا طابت درجه الحراره 50 يعني فاضطرينا ان نقلب الاوردر من 10 بالليل ل 10 الصبح يعني نشتغل من 10 بالليل ل 10 الصبح عشان الجو نعم فلما خلصنا مشاهد الليل يمكن يدري ابو عبد الله نعم اضطرينا ان نرد مره ثانيه نعم شوية مشاهد النهار بس الحمد لله يعني الاخوان كلهم متعاونين والاستاذ المخرج يعني متفهم انا ما اعرف قاعد اسميك شو مع ابو شنو ابو خالد ابو خالد ابو خالد ابو خالد شنو وجدت الجديد في عملك هذا انا يعني مسلم كل الاخوان اللي اشتغلوا معه يحبونه كزميل البارحه ايضا هدى والهيا قاعد يحاشون ايضا بينهم الفه محبه شنو وجدت الجديد انت في العمل هذا بالذات والله ابو عبد الله مو عشان عبد العزيز موجود انا يمكن العمل السابع او الثامن هذا مع اخوي عبد العزيز الصراحه بدون مجامله يعني عندي العمل وياه استمتع فيه خصوصا اذا صار عمل تراث يعني العمل التراث هذا انا احب العمل التراث يعني ممكن هذا ثالث عمل او رابع عمل لكن عمل التراث احبه خصوصا بعد ما قريت الشخصيه حبيتها اكثر فعبد العزيز يعني ما شاء الله عليه يعني احنا نقطع 130 كيلو يمكن نضعف شويه لكن من اللي ننزل لنا هالمتشابيس نرد مره ثانيه. تثقل عقبها ما اي خلاص بس مالك خلق تشوف ايه 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 صح ودك تحط راسك قدام ما ودك تسوي لا لا بعد مو ممثل وياهم بس مؤذن وامام مسجد لا لا اي والله يا العم ابو خالد يا انا يا بالاجر يا بالاجر اي والله عندنا مسجد هناك يعني ف يعني عشنا حياه والله الكويت القديمه من عمل الديكور ابو عبد الله احنا مجموعه السلام الاعلاميه الوالد اللي مسرح السلام اللي سواها نعم. ف الشركه الام هي مجموعه السلام الاولى تجاره العمل والمقاولات هم تابعه لنا هي الام المذر كمباني حق فهي اللي مع مكتب المهندس سعد الخليفي نعم. هم اللي يعني بنوا الاجزاء على الاجزاء الموجوده ها تكملوها كملوها بكملوا الالوان في تكمله طوروا السوق بناء السجين المباني المديريه في مباني كانت موجوده غيرنا الوانها وكملنا طوفها وفي مباني جديده احنا قمنا فيها بالكامل شخصيه سلطان لعبتها بحب انت مش عمليه لعبتها كممثل مش السر فيها انا اشوف سلطان مثل المواطن الكويتي يعني لو تأخر بيته تأخرت ظروفه بار بوالدينه وهذه الكويت صح نختلف فيما بيننا وصياحنا صياح مجلس الأمة لكن خلينا نزلق واحد فينا والله يا أن كلنا يد وحده فسلطان أبوه شوية ماسك عليه مو ماسك إلا حيل ماسك عليه لكن بار أبوه ما هد أبوه وهذه القيمة قلت أبوه ماسك عليه ها يعني جعصب بلهجتنا بس قول لي كذي ريحنا ارتاح عندك طلعت الدور مو حزره حزره مو بس هو بالبدايه ما بين العصامي وما بين عدم الاسراف امانه احنا الحين شعوب استهلاكيه فلما تجي تقول حق ولد من عيالنا لا ماني ماخذ لك هالموبايل او هذا في امور مو ضروريه واحنا لنا اسوه حسنه بالصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا عاشوا بغنى نفس وعاشوا بثراء رغم أن تبرعوا في كل أموالهم مليونية بس تبرعوا بكل حلالهم وعاشوا على حصير طبعا, طبعا طبعا هذا لا يعني في قيمة هني أنا يعني المسلسل طبعا الناس شافته كله الأخير وعرفت المقصد منه بس كان وايد يحسر فيك اي بس لما راحت ثروته كلها شلون راحت واحترقت ثروته كلها بيوم واحد اهله وعزوته عطوا اكثر من ثروته فهذه الثروه الحقيقيه اليوم الكويت ابنائها الشباب الاسر معدن الكويت الاصيل
يعني انا عندي انا لي 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 اشوف ان اربي ولدي على قيمه, ابني انسان مثل ما طيب الله ثراه وصانا الشيخ جابر الاحمد الله يرحمه ويجمعنا معاه في جنات النعيم, هو واللي سبقوه واللي بعده, يعني الله يحفظه الشيخ صباح, بناء الانسان. لان الانسان اذا بنى هو يجيب الدينار, لكن اذا ما بنيت انسان وورثت لابراج يضيعها. فسلطان والفريج لما احترقت فلوس الاستاذ ابراهيم الصلال البخيل, احترقت النار كلت فلوسها كلها بيوم كلمه تبرع, حتى الياهل عطى 10 ابويات طلع اكثر. فالحمد لله الثروه الحقيقيه في الموارد البشريه هو العمل في حس وطني لكن مو مباشر. يعني اليوم في علم النفس اذا بتعلم احد في القصص, يعني حتى جداتنا اول وتعلمنا ان الامثله والحكم, يعني حتى في القران الكريم الامثله تنضرب, الامثله دائما القصص المثل, يعني الله سبحانه وتعالى بعث غراب علمه كيف, فبالحكمه احنا نتعلم. فاللي بنوصله ان هذا العمل انا اشوفه وطني, سلطان حب الابوه حب المواطن لدولته والدوله المؤسسيه للكويت مهما قست عليه الظروف, خصوصا ذاك الزمن يعني الربيه عزيزه وانت لحقت على بلا شك. شوف ابى اقول لك معلومه, ماشد الكويتي خسر قبل, اذا خسر في تجارته او احترق او شيء يعلق سراي, بس ما شد احد فرش وزاره وقال يلا مال الله, يعلق وزار عرفوا انه فلان ترى انكسر في تجارته, مثل ما عالجته انت توك الحين الكل تبرع والكل هذا التلاحم. نعم التلاحم, فهمت شلون؟ هذا التلاحم مولود سبحان الله فينا, وكل ما حصلت كارثه كل ما استعبدنا اكثر. اكبر اطراق لاعداء الاسلام واعداء الخليج اللي صار للشهداء صلى الله عليه وسلم امام جنات النعيم, فالحدث اللي صار كانوا اعداء الامه الاسلاميه يتوقعون ان يتشمت كويتي, لكن كويتي واحد ما طلع, ياتهم رسالة أقوى, ياتهم رسالة أقوى من اللي طبعا شلون. هذه الروح الوطنية هذه اللي احنا تربينا عليها مو لحظة, هذه قيم. طبعا راحت أبونا صباح عسى الله يحفظه ويطول بعمره إن شاء الله عقب الانفجار بنص ساعة ودخوله في المسجد, وقاعد يقولوا له طال عمرك في خطر عليك, يقول هذا العيال. لا يا شوف هذا المسجد يعني شوف أقول شيء واحد, يعني هذه الأمور كلها اصبحنا ينظر فينا مثل الكويتيين في التلاحم. طبعا اكيد طيب. بس هذه بجذوره مو لحظه افتراضيه, مو ارتجاليه, لا مو معمول لها لا سيناريو ولا معمول لها يعني هذه تردنا للغزو, تردنا لتفجيرات الثمانينات, تردنا لموكب طيب الاثار الشيخ ورجع ارجع وارجع لي. فهذه المسلسلات التراثيه المعدن النظيف هذا, وبالتالي من اخطر الاعمال انك تعمل عمل تراثي او غيره وبالتالي تقنع مجموعه من الشباب الجيل كذا. ابو خالد سؤالي, لو عرض عليك عمل ثاني انت الان بنفس التايتل هذا او تراثي, عندك استعداد تلعب طبعا بعد ما اقرا الشخصيه واتاكد منها, وهذا ما اعتقد انه في مشكله يعني, انه بس ما تكون يعني اقل من الشخصيه اللي لعبتها او انه على المستوى او انه ما اضيف لي شيء, بالعكس اذا اضيف له العب الشخصيه. في ساعات انا مثلا ابطل التلفزيون واجي اشوفك هني بشخصيه غير ابو حنين وكذا, ولكن لما أتي برنامج ثاني إذا بعد بساعة أو غيره مثل ما حصل معاك في المسلسل هذا وش يسمونه هذا قهوة الفرجان وعبد الله قهوة الفرجان غير, هو طبعا العمل اللي قدمه الأستاذ خليفة عمو خليفو, العمل هذا هو في الأساس مسابقات. لا انا ما أسألك عن العمل, أنا أشوف عبد العزيز مسلم الآن في دور كذا, عطني فرصة أتشبع منه وبعدها يعطيني مجال ويلعب دور آخر عشان أشيل هذا من ذاكرتي وأتغمص شخصية عبد العزيز مسلم إنه الآن كذا.
انما في نفس ال والله سؤال ذكي عندي تعقيب عليه مهم لي بس بعد ما في نفس المجال هو قال لي خليفه قال لي في مشاهد دراميه طبعا ما تزيد مدتها عن دقيقتين ثلاث بس هني في قهوه الفرجان طبعا غير عن عمل بعد لا شك لا أيه. ايضا يمكن ما فهمت او ما وصلتك المسج بالضبط خلي اجاوبك انا تفضل سلمك الله انا قبل هالعمل لعبت عمل ما كان دوري ولا ابي انت عمري فقال لي صالح احمد عيبس ما حد يسوي دور الاب الا انت قلت له حرام عليك انا ابو ليش ابلعب ولد وابو منو ابو الاخ احمد ايراج وابو هبه الاخت هبه الدري قال لي انا راح اكبرك بالمكياج وبالفعل يا بولي يكرم السامع ملك السامع حذاء العود كذي صرت اطول واحد فيهم وغيروا شكلي شويه كبروا نظاره سوداء لعب دور ابو ونجح والعالم استانست انه والله ابو بس خرب علي امشي بالشارع يقول قوه عمي لا بعودي جيت امثل دور عقبه اللي مال اول راح ينزل قريب على اساس سعد الفري دور ولد برجع بتحرك كان يقول لي انت من يقول تلعب دور ولد قلت له ليش اقول انت ابو قلت له علامك انت يعني هذه فالحمد فوقفت ما اشتغلت سنه كامله برافو عليك عشان اي عشان ما ابي لان احنا شعب قليل ايوه مشكلتنا شعب قليل ويحفظ وعارف وتصيد عليك يعني فما ينفع تلعب ابو وتجننا باكر ولد او الحين ولد وفي نفس الشهر ولا في نفس العرض انا على العكس عبد العزيز شلون انا العمل اللي قبل هذا هم العمل كان حق ابو عبد الله وتستمر الايام دقوا عليك كان اقول لي في شخصيه الدكتور نعم زين قلت الشخصيه هذه من كان واخذها قبل ايش يقول عبد العزيز كان واخذها قلت ها عبد العزيز اعطوني بس خل اقرا اشوف النص يعني فشفت طبعا عارف شخصيه الدكتور لازم بدل وكرت نعم. وهذا وشفت الكاست اللي وياي قلت خلاص لما نزل العمل وشافوا ايش يقولون فعلا حسست انك فعلا دكتور يعني انت نجحت في الشخصيه هذا مهم اي طبعا لكن أي. انا شنو قصدي ان مثل تقول انا الحين واحد سوى شغله يعني سوى شيء ابي انساه عشان شنو اتقمصك اشوف في الشخصيه الثانيه تدري عن شيء اوريكم شغله نرجع تفضل يلا ابو عبد الله توليفه ابراهيم الصلال هذا مدرسه بحد ذاته عبد الامام عبد الله طبعا يا اخي راكور سبحان الله استانس لي عصبي عصب مصجع كيف التوليفه هذه ما في نجاح لعمل الا في محبه وراه ثق تماما لا مسرح ولا تلفزيون لما تشوفهم متصافين او ترتاح من العمل وتتابعه عرف ان في حب ورا الكالوس برافو عليك ابو طلال صار عبد الامام عبد الله طب احنا ما بيناتنا عقود يعني اول شيء خلينا نجيب فارس صاد ابراهيم الصلال ابراهيم الصلال كان معتزل اي اعتزل فن ولا بيشتغل ريال كلمته مسمار له عارف انا العم ابو خالد رحت للبيت قلت له بزورك رحت له قعدت معاه بستراسه عم ابو خالد قال لا انا ما ابي ارجع خلاص قلت له عمل على الكويت بس قلنا للكويت وكلمتين الكويت اقتنع ماكو خمس دقائق شو يقول يبغى وياكم شلون تكلم عاد عن ابو خالد شلون تفاوضه او تبي تقول له لا صعب كم ولا شنو صح. اكبر من انك تفاوضه انا في هلو بانكوك لبدايه حياتي لما جيت له وهو الله يرحمه محمد السريع قال لي كم تبي نعطيك عشان تشتغل اها اي هذاك هذه سنه 88 ف يعني احنا يعني في اشياء ما نقدر نقول قدام المشاهدين احنا عائله واحده تربطنا اسره فشلون الكلام شلون الولد يتعامل مع ابوه احنا بعيد عن التمثيل فهذه الحبيه طبعا. انا امر الوناسه في العمل هذا اللي استانست فيه امر ابو خالد بالسياره اخذه من بيتهم واروح الوفره مقزرها الساعه و20 دقيقه سناب شات وياه وصار له جمهور بس مشكلته بالانستغرام يفتح الخط ينسى الباسورد يقفل عليه كل يوم يقول لي حط لي انستغرام واحط له واعلن عنه فالجمهور يبي وينه يقفله ما
يقول لي هاكرز دشوا علي. قلت خالد ما يشبوا فيك الهاكرز. يقول لا هاكرز انا اشوف باحث الكتروني طالع خاب ياخذون اسمي. وصوره بالسناب وقضيناه ضحك. يعني شوف يشجع يشجع يعني من سوالف السناب اللي اثارت الناس يشجع الدوري الاسباني ايام ما كان يتابع بالراديو. الحين الكويتيين ذباحه على الدوري الاسباني هذا برشلوني انا ما شنو طلعه قديم يعرف اللاعب القديم انا ما ادري. اقول زيد وين تشوف اول ما بالتلفزيون؟ يقول لي لا اذاعه مصر. إيه. يعني تشجع بالراديو فالطريق مقضينها. طبعا اذا جينا بالرده صخي تعاب احنا بنروح يعني هايبر حيلة. كثير كان ياخذ منك الوقت؟ انا والله ما اسوق السياره ساعه ساعه وربع مع عبد الله تقريبا. انا دريول دريول هو يسوق يعني وساعه ناس من اخواني يعني هم يسوقون السياره احنا قاعد وراي حتى نقرا الناس حتى ما ندوخ. لا ايش كثر متى كنت تبدون ومتى كنت تخلصون يعني هذه؟ طيب ساعه وثلث روحي وساعه ثلث ردي. طيب على ما توصل وتريح هناك واحسب احنا كنا 12 ساعه بس 12 ساعه مقسمه يعني مثلا الاخ ابو خالد ومجموعته مثلا يكونوا موجودين احنا ندش عليهم نكمل 8 ساعات او احنا اربعه ونرجع وهم يكملون. وبعدين سوينا شفتين يمكن ناس تقول شلون سويتوا عمل خلال شهرين وهذا معين المفروض اربعة اشهر يعني بين ثلاثة إلى أربعة. حنا سوينا دبل شيفت يعني يعني الفريقين كاميرتين مخرجين اثنين منفذ أربع مساعدين مخرج مصورين وايد والمخرج قاعد عين هني وعين هني فدبل يعني يعني 12 ساعة تعتبر 24. عمل كاميرا كارت وش تعمل كاميرا كارت؟ شو قدر يثبت هذا المخرج؟ العمل في مخرج منفذ هني ومخرج منفذ هني. أوكي هذيل يشوتون مشاهد وهذيل يشوتون مشاهد ويرقم إن تايم بس لا يكون لوكيشن يم بعد حتى الصوت ما يسمع. هذا اللي قاعد اقوله انا عشان شيء يعني اشتغلته جزئين كل منفذ ماسك جزء بالضبط بس مو كل العمل 50% المخرج نفسه و50 قسمها على اثنين يعني نفس الحين يك مجمع تبي تخلصه بسرعه صح تسوي دبل شفت بلا شك. واحنا يعني مجموعه السلام يعني بالذات احنا السنه الخامسه حاصلين على الايزو 9001 في اداره الجوده العالميه كتنظيم فشغلنا كله بالنماذج الابلكيشن الورق وهذا يساعد انه يعني الكنترول برودكشن وانت شغال اي خطا يعني بيدك تسيطر. اوكي صح لانه مبرمج روحك انت خلاص كله على ورق وفي غرفه عمليات وكل شيء بس وهذا هذا اهم شيء على فكره وهذا ميزنا يعني احنا علينا فحص تشيك ليست يفحصوننا من سويسرا كل ساعه يجددون الليزن عندنا اخطاء لكن طبقنا النظام اكثر من 55% احنا ناجحين فيه الحمد لله فعندنا النظام هذا اللي نجاحكم على فكره بعدين عشان الوقت ابو عبد الله يعني انت عارف الوقت انا اكو سؤال يدور مخي يا ابو خالد عفوا ابو عبد الله واختار مجموعه فلان وفلان صلى الفلان كذا كذا انت ما تحب الممثل هذا ولكن جاء القدر انك تشتغل هذا او البنت او اي كان شوف خل بالك يا ألفة انت الحين قاعد تكلموني من مساله تقولوا لي احنا ألفة احنا كذا احنا لازم كذا. تكون محدب عبد الله زين يعني انا ساعات يعني مثلا تصير سده نفس مع ما ما بشر يعني صراحة. وجود فنان ابراهيم الصلاه عليه الصلاه يطول بعمره وجود الفنان عبد الامام عبد الله في عمل تراث انا واحد من الناس صراحه استفدت منه لان في مفردات يمكن تكون مو موجوده بالنص لا شك غايبه عن المؤلف وهذا يفيدنا ابراهيم سؤال يقول لك اذا واحد ما تشتهي ولا الداني أيه. ومعك باللوكيشن معك تقبل تشتغل بمسلسل ليش لا اقبل عادي أيه. تقبل لان انا واحد من الناس الحمد لله يعني ما عندي خلاف مع اي فنان لا انا أيه. انا ما عندي ادري فيك أيه. واعرف كذا أيه. واتكلم عن الالفه الان انا هذا شيء اقوله انا كذي انا افترض ما احب فلان أيه. ويا الاستاذ عدنان سلم بالدور وفرض علي ان هذا كذا كذا اشتغل شو المشكله والله انا جاوبك عن رايي شخصي مشكله انا ما عندي مانع بالنسبه لي ما عندي مانع انا ما اقطع رزق احد ولا اقول غيره لكن اول شيء انا ليش ما احب فلان اذا كان بالكالوس غير سوي يعني يربط عصاه ويسبب مشاكل فانا ابتعد انا ما اشتغل بس ما اقول بدلو انت توخر اتعذر انا وخر إيه لان الحياه بالكالوس انا تعلمت انا عشت يطرى عليك طبعا من بلا شك قاعد اقول لك انا من اربع سنوات عمري من 69 70 وسبع ايام التو انش فعشت على حب ونخلص من التلفزيون
ونروح بالبيوت نقعد ببيوتهم. عشت مع الله يرحمه العم غانم الصالح يعني حتى اذا ما عندنا تصوير نروح دبي ويا بعض مرسونا مرشد سياحي نقعد بالسياره وهو يشرح لنا يشرح لنا بلهجه مصريه عشان نضحك يعني شوي. ده خور دبي بص حضرتك بص فكل ساعه بمر على خور دبي اقول ما قلت لنا لسه قايل لكم لا كل ما مر تقول لنا لا شوف هذا الحب ذيك واحد يربط اصابعه ساعات حتى المخرج يعني انا شفت بعض المخرجين وايد يستعدون يعمل لي ربكه صرخ دو ذهني خاف كله كانوا معطينا فكره المخرج مرعب يا اخي خوف فعلا فبعض المخرجين والله صح كلامك إيه؟ في مخرج في مخرجين حسب شخصيته يوتر لوكيشن إيه؟ لكن ميزه المخرج سيد احمد عيبس والمخرج اللي قبله اشتغلنا وياه الله يمسيه بالخير سيد احمد البيلي يعني اب قيادي قائد راعي قرار وساعات انت تشوفه تقول ايش في رشيد قلب يعني طيب طيب بس والله نحمق يا ولا كرامه يعني يعني مو يقول انا والله جاي ماخذ لي مثلا والله 40,000 دينار حاطهم جيتي كيفهم يعني انا بقدر اضرب لك مثال على مدير انتاج عندنا مدير انتاج طيب والله يعني الله يذكره بالخير الاخ احمد عبد الله في العمل السابق احمد عبد الله تي ممثله تماتي مره مرتين ثلاثه ماتي تغيب تضرب الاوردر كله اوردر في كومبارس مدفوع لهم اجارات بيوت وما تيك خساره 1,000-2,000 دينار والله يا انه يرفع السماعه يسمعها كلام بالادب طبعا لكن هالكلام تقول يعني لو واحد ثاني شو يقول انا شقد اخرب علاقتي معاها يمكن الله يجمعني معها بعمل ثاني وهذه نجمه باكر لو يابها منتج ثاني تقول ما ابي مدير الانتاج هذا يمشونه والله لا يقول ان شاء الله ما اشتغل والعمل منتاجه شوف تضحية وين ها شوف هذه شوف انت قاعد تشهد له فبالتالي إيه؟ اصبح يسمون شنو اطر ما واجهكم في مواقف طريفه في انا خاص شغله قالت لي اياها بس بقولها لكم بعدين شنو اطرف الاشياء مرت عليكم والله انا قلت لها مساء سالفه قول سمعني بس معانا بس سالفه الرقيه اللي خذاها ابو خالد انا خاصه لكم سالفه الرقيه هذه رقيه يا مترشح رشيد فليت ذبان الوفره يطب كلك تكود من تقضب طب الذبان عشان ما هذه ذبان يا ابو فليت رشوا عليها لما فتاك تشوفها شيء حمراء وهذا عقب ما خلصت ما يدرون الثاني لما ضربه فليت كلمه مديده يا جماعه بيا فليت مو مصدقين عبال نحس لما ضاق نبههم بسعد ولا ياكلون لا ضاق هو كيف شنو هذا قلنا لك بيا فليت شنو مواقف مواقف مرت عليكم بي 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 ساعات مثل ممثل يقفل على فكره لا هو انا بقول لك شغله عبد عبد العزيز بالنوع يعني ما يعصب هادي باللوكيشن وهذا اذا كل الامور طيبه يعني لك الليله عصب عصب ليش اللي اهالي يبينهم حق القرقيعان انزين اللي يبينهم يعني عندهم اللهجه مو ذاك الزود مو كويتيين يعني. قاعد يقول قبل شوي تورط فهني شوي يبين باص متروس على وجه مدرسه خاصه زين من اخواننا المصريين قرقيعون بيته صير طبعا على اساس انه مساج يتركب نيب يهال كويتيين بالاستديو يقولون بدالهم السنك شتضبط ويحلوهم والله بس شتضبط السنك مع كذا واحد انت شلون تضبط قرقيعون الا بالبعيد احنا طبعا نحفظ كل الفنانات اللي ويانا كل من ماسكت له 10 بنات واللي قاضي بصبيان قرقيعان وقرقيعان بيت يسوي سلم ولدهم يا الله خلل امه يا الله خلل امه فعلى ما انا اخر شيء خلاص ما وبعدين هم صيج مخامط على الحلاوه ايه حلال امه قرقي هذا وصيج ويركو ديني دي قيف زياد تصوير ديني دي شو شو شيء فاخر شيء اني يعني نادي والله خلاص بس يعني يا حلوهم والله يعني من الايام الحلوه يعني اي بس خذاها اخوي احمد دشتي مدير انتاج امسي عليه الله يعطيه العافيه ان شاء الله صبح عليه واخو محمد دشتي يعني هم ما قصروا يعني تخبلوا عصبيه ابو عبد الله لا لا شوف انسان بقول لك شيء واحد يعني برضو بشر هو ايش رايكم اسمعكم شيء ونرجع يلا
يا حلي معتنا ويا حلي معتكم انت وبوسط الاهل، ويعني شو اقول لكم، الله ان شاء الله يحفظكم من المكروه، من كل مكروه ان شاء الله يا رب. نتواصل وياكم طبعا، وجلستنا الجميله مع فناني الاستاذ عبد العزيز وابو خلودي. وجهك حلو، ما فيك من وجهك ما فيك ما فيه نحاسه، ما تعلمني سالفه مسرحياتك كلها رعب رعب، شو السالفه؟ الجمهور عارف شنو الرعب اللي انا قدمه. انا بعرف. الرعب له خطين، خط اجتماعي وخط سياسي، لكن ما كل اللي يقول لك لا تنبه له. أي. وما ودك تنشر غسيل ولا تزعل احد. بس مسرحياتي تتكلم بعضها مو كلها عن اختراق لانظمه موجوده تشكل لنا خطر. فانا اشير بدراكولا مصاص الدماء، ولذلك في 2021 أنا رحت للمستقبل بعد 8 سنوات قاعد أتكلم عن شيء مخاطر موجودة الحين، نتائج راح تطلع قادمة. فعلينا الآن إذا ما نتخذ قرار، وما بحرق أنا، إذا ما تقول لنا كذا وكذا وكذا ترى مصيرنا كذا. يا رب راح يحافظ رب العالمين. مسرحيتك الجديدة 2021 شرقم. ما ودك تروح بعد 8 سنين؟ احجز لك تذكره تسافر بعد 8 سنين. بعد 8 سنين؟ اي 2021 قريب، احنا 2015. زين 2021 كم سنه باجي لها؟ 6 سنين؟ 6 سنين اكثر. 6 سنوات. 6 سنوات. 6 سنوات. اي هذه رحله تذكره تسافر حق بعد 6 سنين. بعد 6 سنين تشوف الاحداث بعد 6 سنوات. يا رب. طيب انا ساستاذنكم واخذ منكم دقيقتين، واعطي دقيقه حق ابو خالد واعطي دقيقه حق ابو عبد الله. سأمنحك 3 أماني تبيهم لك، تبيهم من حق، أنت حر فيهم، وأنت كذلك، واللي يحب يتفضل منكم أول. تفضل عبد الله. قطع راسي ما مشكلة. أتمنى أسأل الله العظيم العفو الكريم أن يعفو عني وعن والدي وعن أهل الكويت والأمة الإسلامية، سبحانه الكريم العفو، أن يعفو عنا جميعا وأن يدخلنا جنات النعيم. هذه الأمنية الأولى. عاش الشيخ عبد الله، تفضل. نعم. الثانية. ضحكتني. أنا من أيام ما كنت تقلد أنا من جمهوره، بس أول ماكو هذا الفانس، ولا كان فانس. لا والعم أحمد العامر. والله والله يعني أنا ياه حضر لي. الله صحيح. أشوف التلفزيون بطرون الأبيض وشغلته. سبايدي. سبايدي كاب. أنا أعرف الأرقام التايلندية. نينغ سونغ سام سي ها هوك جات بات كوسب. برافو عليك. طيب امنيتي الثانيه. امنيتي الثانيه ان انجح بحياتي واحقق كل امنياتي. عندي اماني وايد، انا انسان طموح جدا، واحس اني ما سويت شيء، ما فت الناس. انا ما ابي اكون اشم هواء واكل واشرب ماي وما مني فايده، ابي اكون ذو نفع، فاحس اني ما سويت شيء. فأبي عندي أماني وأعرفهم، سجلها بورقة، يعني عندي تارجت. أتمنى أسأل الله أني أنا أحققها وأعرف أدير وقتي وأنفذها لو نصها. آمين آمين يا رب. يا رب. والثالثة مو شيخ هذا ما فيها شيخ. لا ما فيها شيخ، هذه غير ما نحقق مقك هذه بروح. أمنية الثالثة. إيه. كيفك، حقك، حق أحد، حق مثل ما تبي. على ما افكر فيها قول شيء. بقيت عندي تقريبا 6 دقائق. بسرعه لا تروح فرصه. ان شاء الله. انا اتمنى ان الله يطول بعمارنا واعماركم ان شاء الله. ان شاء الله. واهم امنيه ان شاء الله عيد علينا رمضان والعيد ان شاء الله، ويعم السلام في بلدنا الكويت الحبيبه. آه. ويطول بعمر ابونا صباح وسمو رعايته. والله يديم ان شاء الله، الله يخلي ايامنا ان شاء الله وكلها افراح بافراح. هذا اهم شيء ان شاء الله. الامنيه الاخيره هذا صار تقول لك 10 اماني المخرج. الامنيه الاخيره اتمنى ابني مدينه كامله فيها الكويت القديمه. يعني مو معقول كل مره كل ما ابني اجيب حفاره واهدم اللي انا بنيته. بالعظيم 10000 متر الهيئه الزراعه تقول هذه ارض زراعيه، يعني فممنوع هذه. فاتمنى انا ان نبني الكويت القديمه
حتى نقدر نصور وتكون في أماكن نظيفة وغرف لنا نحط فيها ملابس. أنها تكون يعني مدينة تراثية. والله ويتحققت إن شاء الله يعني بإذن الله. إحنا على وشك إن إحنا نسويها إن شاء الله. إن شاء الله. هذه الأمنيات. يا رب. حبايبي والشكر موصول لك ابو عبد الله. طول لي عمرك الله يحفظك. وحق الاخت المخرجه والخالف الكاميرا. مخرجه ابنيه اموره عندنا. اي والنعم والله. باسمكم جميعا اتقدم بجزيل الشكر والحقيقة نيابه عن كل جمهوركم. لكم الشكر الجزيل ابو عبد الله. حبيبي. ولك الشكر الجزيل ابو خالد. وشاكر وقت وانا رمضان. عسى الله يعود عليك. امين ان شاء الله وان شاء الله يجمعنا وياكم امورنا الطيبه كلها. انا احب اشكر بس طبعا اعطوني هني بسم الله. زعفران اسم حلو على زعفران يحمل الرقم 9799745 اللي هو هذا. ها هذا تمام شغل عدل. طبعا وكذلك الشكر الجزيل للاخت هي شبكو حلويات ديتلز. رقم تليفونهم ايضا 0599394744 السالمية وشارع قطر مقابل الري. طبعا لكم التحية كلكم وتحية مرة ثانية لكم وعقب هذا بناكل هذا أنا وأنت وإن شاء الله وحبايبنا الجميع. حبايبي لكم التحية الحلوة المعطرة تقبل طاعتكم إن شاء الله. عيدكم مبارك. حفظكم الله من كل مكروه. مع السلامة.